يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يستخدم عمالة على كفالته ويدعهم يعملون لأنفسهم، وفي نهاية كل شهر أو كل عام يقبض منهم مبلغا معينا، فما حكم هذا الفعل؟ هذا ممنوع شرعا ونظاما، صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان أن هذا لا يجوز. أنت استخدمتهم للعمل عندك برواتب، فإن كان ما عندك عمل لا تستخدم ولا تتركهم يعملون عند الناس وتأخذ تعبهم أنت تعطيهم بعضه، هذا لا يجوز. نعم. يقول وكذلك رجل يستخرج الفيز ثم يبيعها على الناس. ما يجوز هذا، هذا يخالف نظام الدولة، الدولة ما تسمح بالفيز إلا لمن هو محتاج للعمال، ولا تعطيها لمن يتاجرون بها. نعم، كل هذا ما يجوز. نعم.